اسمي آمنة النقبي من إدارة التثقيف الصحي. طبعا بداية حبيت أعرفكم على إدارة التثقيف الصحي، هي إحدى إدارات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارجة، وتترأسه صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة حاكم إمارات الشارقة، وتديره سعادة الأستاذة إيمان راشد سيف مديرة إدارة التثقيف الصحي. طبعا تهدف إدارة التثقيف الصحي لنشر الوعي الصحي لجميع أفراد المجتمع وتصحيح السلوكيات والمفاهيم الخاطئة التي يتبعها الأفراد في حياتهم اليومية، إلى جانب تشجيعهم لتبني سلوكيات وأنماط الحياة الصحية. طبعا محاضرتنا لليوم هي من ضمن المحاضرات الصحية وتحمل عنوان التدابير والإجراءات الاحترازية الأمنية والصحية، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للشؤون الصحية. سوف يقدمها كل من المقدم جاسم السويدي والملازم سارة زرعوني، حياكم الله. بس حبيت أنوه قبل ما نبدأ المحاضرة أن نحن راح نحط رابط تقييم المحاضرة في الشات، أتمنى منكم أن أنتم تعبونها، لأن من خلال هذا التقييم راح يتم تسجيل حضوركم وراح نقدر نطرش لكم اللي هي شهادة الحضور. نقدر نبدأ الحين أستاذ جاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا واغفر لنا واحفظ بلادنا وارفع عنا البلاء وهذا الوباء، وإن شاء الله تعود حياتنا الطبيعية كما اعتدنا عليها، وإن شاء الله تكون أحسن عن قبل. البداية طبعاً أعرف عن نفسي، أنا وياكم المقدم جاسم محمد السويدي، رئيس قسم الشرطة المجتمعية. بتكلم طبعاً عن الجهود التي قامت بها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكذلك بتكون أختي طبعاً الملازم سارة الزرعوني صيدلانية بمركز التأهيل الخاص لعلاج المدمنين، وبتكلم طبعاً جميع التدابير الاحترازية والصحية في المجتمع. طبعا اتقدم بالشكر الجزيل انا بالنيابه عن القياده العامه بشرطه الشارجه الى كل من المجلس الاعلى للاسره، مجلس شؤون الاسره، متمثل طبعا باداره التثقيف الصحي، وكذلك القائمين على برنامج المدارس الصحيه لما يقومون به طبعا من سعي دؤوب في خدمه هذا المجتمع ونشر الثقافه وتوعيه هذا المجتمع والحفاظ عليه. طبعا ما طبعا انا بتكلم طبعا في ظل هذه الجائحه التي سادت العالم واجتاحت سواء كانت على العالم، طبعا دولتنا طبعا كانت بما فيها، قامت الدوله طبعا او برزت هذه الجائحه عندنا اللي كوفيد 19 كورونا تحديات كبيره على الدوله الصراحه، والحكومه ما قصرت بقيادتنا الرشيده بدعم كل طبعا جميع الجهات، و كان تحدي كبير طبعا على وزارة الصحة ووزارة الداخلية حكم وجودهم في الواجهة الأمامية او الصف الأمامي، فطبعا كانوا في نقول احنا في وجه الخطر، لكن الحمد لله بدعم القيادة الرشيدة بالإمكانيات وتوفير كل سبل، سواء كانت الإمكانيات المادية وكانت الإمكانيات المعنوية، طبعا احنا قلت تيسرت الأمور الحمد لله، وكان في نوع من التحكم في الوضع وفي إدارة هذه الأزمة ولله الحمد. طبعا سوف احدثكم عن الجهود التي قامت بها القياده العامه لشرطه الشارجه. طبعا كانت هناك جهود حثيثه وجهود كبيره يعني صراحه اللي قامت فيها القياده العامه لشرطه الشارجه. طبعا لا يخفى عليكم طبعا وزاره الصحه كانت الواجهه الاماميه، لكن انا بتكلم بحكم الاختصاص انه اللي بما قامت فيه القياده العامه لشرطه الشارجه. طبعا القياده العامه طبعا بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين اللي هم وزاره الصحه والبلديه بلدية الشارقة أو والجهات الأخرى اللي ساهموا ويانا طبعاً، سواء كانت جمعيات خيرية مثل جمعية الشارقة الخيرية والهلال الأحمر، وكذلك نقول إحنا ساند اللي الجمعية التطوعية، طبعاً كان في تكاتف كبير في والتعاون في نقول إحنا تحدي كبير يعني كان علينا في سيطرة على هذه الجائحة. طبعاً سخرت هذه الإمكانيات، وكان دعم كبير طبعا من القياده الرشيده على الموضوع، وكانت هناك امكانيات ماديه صراحه وامكانيات معنويه. ساهمت القياده العامه شرطه الشارجه في
الإشراف والتنسيق مع وزارة الصحة في عمليات التعقيم الوطني كانت في جميع إمارة الشارجة، وكما ساهمت القيادة العامة طبعاً في نشر الوعي ونشر ثقافة اللي هو التدابير الاحترازية على المجتمع، سواء كانت عن طريق الأونلاين أو المحاضرات التي تم العمل بها عن بعد، ونشر هذه الأمور عن طريق الطرق الإعلامية اللي موجودة طبعاً بالسوشيال ميديا بالقيادة العامة شرطة الشارجة. قامت أيضاً القيادة العامة شرطة الشارجة بعدة أمور، طبعاً بحكم أن فيه طبعاً كانت لوائح صادر من قرار بقرار من النائب العام بعدم مخالفة الحظر، فبالتالي قامت القيادة العامة شرطة الشارجة أيضاً بالتنبيه على الجمهور وبمتابعة هذا الالتزام من الجمهور. الحمد لله كان في التزام كبير من الجمهور أن بعدم اختراق أو كسر هذا الحجر أو الحظر أوقات ساعات الحظر. فكان طبعاً الدوريات موجودة بجميع إمارة الشارجة على جميع الشوارع، جميع المناطق السكنية والتجارية، ولله الحمد طبعاً كان في تعاون كبير مع الجمهور، وكان هناك تقديم النصح والإرشاد لجميع لكل الفئات طبعاً، اللي في البداية طبعاً ما كان في إلمام هذه الأمور، لكن تم تقديم النصح والإرشاد لجميع فئات المجتمع. كما قامت شرطة الشارجة طبعاً بتسيير دوريات، استغل طبعاً اللي هي مكبرات الصوت اللي خاصة بالمناطق السكنية، تقوم بتوعية المساكن طبعاً في المناطق السكنية بأهمية التدابير الاحترازية. وكذلك طبعاً أهم شيء طبعاً قامت به القيادة العامة شرطة الشارجة الإشراف على نقول إحنا المحاجر واللي هي محاجر المخالطين. طبعاً بنفرق ما بين حجر وعزل، طبعاً الحجر كان للمخالط وكان العزل طبعاً للشخص المصاب. فكانت المحاجر طبعاً كانت بإشراف القيادة العامة شرطة الشارجة بالتنسيق طبعاً مع وزارة الصحة وتنمية المجتمع، ومتمثلة طبعاً بالمنطقة الطبية في الشارجة، منطقة الشارجة الصحية. ولله الحمد طبعاً تم تلبية احتياجات جميع المخالطين وتفهم حالاتهم واحتياجاتهم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية اللي كان محتاج أي شيء طبعاً في الحجر. طبعا يتم الاشراف عليهم بجميع احتياجاتهم، مثل ما تعرفون كانت هناك عندنا عوائل مش بس اشخاص، عوائل، فبالتالي كانت يعني فئه عندنا اطفال، عندنا كبار في السن، عندنا هذا، فبالتالي تم تلبيه احتياجاتهم سواء من ناحيه ماديه ومن ناحيه معنويه. طبعا هذه الفتره كانت 14 يوم على المخالط، فبالتالي تم يعني الحمد لله تلبيه احتياجاتهم بالتنسيق مع الجمعيات الخيريه، وما قصروا يعني صراحه. عندنا طبعا تم تشكيل فريق من القياده العامه بشرطة الشارجة متمثل فيه، طبعا هذا الفريق فريق نقول احنا فريق نفسي، فريق نفسي اجتماعي. هذا الفريق يقوم دوره طبعا بالتنسيق والتواصل مع الاشخاص في المحاجر، في الفنادق اللي تم تهيئتها يعني لتكون محاجر، يتواصلون اياها. طبعا هاي فتره 14 يوم يكون موجود في مكان ما يطلع لا يسير لا يمين ولا يسار، فبالتالي العامل النفسي كان يلعب دور. فطبعا ما قصروا الجماعه اللي هو الفريق القياده العام اللي هو الفريق النفسي بالتواصل واعطاء جرعات نفسيه وعلاجيه نفسيه واعطاء نصائح والاسناد لجميع الفئات الموجوده واللي كان يحتاج له. طبعا هذا فيما يخص الاحتياجات النفسيه والمعنويه. كما قامت طبعا اداره الشرطه المجتمعيه بعمل محاضرات توعويه وامنيه تخص طبعا التدابير الاحترازيه، تبرز فيها طبعا اهميه الالتزام وعدم مخالفه هذه اللوائح او نقول احنا التدابير هذه، مثل عدم ارتداء الكمام والخروج او كسر وقت الحظر، فبالتالي طبعا عليها عقوبات او مخالفات وغرامات، فبالتالي تم تنبيهها طبعا ونشرها للمجتمع. كما تم ايضا تعمل محاضرات للمدارس وطلاب للمدارس، شملت طبعا الطلاب وشملت ايضا اولياء الامور وكذلك الكادر التدريسي، لايضاح هذه المسائل هذه فيما يخص التدابير الاحترازيه. والحمد لله طبعا في كان تفاهم وكانت في اسئله طبعا، وتم او في بعض من الغموض، وتم الحمد لله تم شرح هذه الامور حق الحالات. فبالتالي طبعا هذه الاشياء اللي كنا نتكلم فيها. فما ادري اختي ساره اذا بتتكلمي بس ما يخص التدابير الاحترازيه.
والأمور الصحية للجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أحب أمسي عليكم بخير، شكرا لكم الفرصة هذه الجميلة، نكون مجموعة متواصلة نفس أهم في هذه الأزمة. الحمد لله فخورين جدا 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 بقيادتنا الرشيدة وما وصلنا له، يعني إحنا كدولة الحمد لله نشوف إن إحنا يعني جهود الدولة كانت واضحة جداً، يعني إحنا تفوقنا على الكثير من الدول ولله الحمد في السيطرة على المرض. طبعاً مثل ما إحنا يعني نحب ننبه ونقول المرض ما انتهى، المرض موجود، ما نقول خفت حدته، دائماً نقول إن المرض موجود، ولكن إحنا نحرص بشكل مباشر وبشكل هام جداً على توعية الجمهور ب أهمية الإجراءات الاحترازية. طبعاً بما أن يعني يمكن وايد سمعنا في الفترة اللي فاتت هاي كلها نتكلم عن الإجراءات الاحترازية، الإجراءات الاحترازية دائماً نذكر فيها الناس ونذكر نفسنا. في إجراءات احترازية تكون طبعاً معانا على طول، يعني لازم نستمر فيها لحد ما يعني ينتهي إن شاء الله هذا الوباء و يطلع التطعيم أو المصل المضاد يعني للفيروس هذا. بالنسبة للإجراءات الاحترازية أذكركم وأذكر نفسي طبعاً في إجراءات اللي هي الإجراءات اليومية أثناء ممارساتنا اليومية في الحياة، اللي هي التعقيم، تعقيم الأسطح، تنظيف، غسل اليدين باستمرار، يعني نحاول هاي الأشياء إحنا نحافظ فيها على نفسنا وعلى اللي حولنا، ودائما يعني نتعامل مع يعني كل شخص يتعامل مع الناس اللي حوله على اساس انه هو المصاب، فبالطريقه هذه احنا نحمي نفسنا ونحمي اللي حولنا. طبعا غسل اليدين تكلمنا فيه، تنظيف الاسطح، التعقيم المستمر. الحين بما ان يعني خفت القيود عندنا، اهميه لبس القفاز والكمام له دور كبير جدا في الوقايه من المرض. تعقيم الأسطح، ترك مسافة كافية يعني بين الأشخاص، تجنب الأماكن المزدحمة. أنا عن نفسي أشوف عدم الخروج إلا للضرورة، يعني الواحد يحاسب كثر ما يقدر، لأن نحن كأشخاص في المجتمع في كل يعني إحنا ما بعايشين بروحنا، عايشين مع أهلنا، مع في أطفال، في كبار في السن، في ناس عندهم أمراض مزمنة، فإحنا دائما نحافظ عليهم هم ونحافظ على نفسنا. ايضا الحين بدأنا نشوف ان العودة الحمد لله للعمل، يعني بدينا نرجع للعمل يعني الحمد لله، ففي اجراءات احترازية اثناء العودة للعمل. طبعا نحرص على ارتداء الكمام والقفاز كثر ما نقدر، دائما يعني نعطي نفسنا بريك، نروح مكان بعيد ما في حد، نفسخ الكمام، ناخذ نتنفس بشكل طبيعي، لان يعني الجهاز التنفسي يحتاج ان احنا نعطي بريك من الماسك، بس دائما نحرص ان حوالينا ما يكون في حد. طبعا نتجنب المصافحه والعناق، عدم من اهم الاشياء اللي لازم نحاسب عليها في هذه الفتره بالذات في مقر العمل، تجنب استخدام اجهزه الغير، يعني نحاول كثر ما نقدر ما نستخدم جهاز الكمبيوتر لزملائنا، نحاول نترك مسافه كافيه بيننا وبينهم اثناء الاستراحات والبريكات، يعني نفس الموضوع يكون في مسافه كافيه، يعني هاي الاشياء يعني نسمعها دائما ونرد نعيدها ونرد نكررها للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا. وأيضاً في شيء مهم جداً في حال ظهور الأعراض لا سمح الله، أهم شيء إن إحنا لا نصاب بالفزع والقلق والخوف، لأن هذه أشياء تأثر على الجهاز المناعي أكثر وأكثر، ففي حال ظهور أي نوع من الأعراض مخالطة أحد المصابين نتوجه على طول نبلغ الHR، نبلغ المدير، المسؤول المباشر، ونعزل نفسنا عن عن الناس اللي حولنا. وايضا نتواصل مع المؤسسات الصحيه، وترى الاصابه بالمرض هذا مش عيب، يعني
ولا هو عار. في ناس يعني تخاف تقول لا ما نبغى حد يسمع ولا حد يعرف، هذا مرض في النهاية يعني وفيروس وما في حد بيده شيء، وطريقة الانتقال لليوم هذا غير معروفة. ما يعني نستغرب في ناس تحافظ على نفسها وتقعد في البيت، بس سبحان الله بطريقة أو ما ينتقل لهم المرض، والطريقة هذه غير معروفة. فبالتالي يعني إحنا نحاول نسوي اللي علينا، نوعي الناس اللي حولنا كمسؤولين في جهات العمل، نأكد على موظفينا الالتزام بارتداء الكمامات، إذا في أي نوع من أنواع الاجتماعات نحاول أنها تكون عن بعد. يعني الحين الحمد لله التقنيات تطورت ونقدر نسوي اجتماعات يعني يعني اللي هي المرئية هذه، وبالعكس يعني سهولة التواصل، فكثر ما نقدر نحرص على هذه الأشياء في مقر العمل. ومثل ما قلنا ونرد نقول ونرد نعيد، نتعامل مع المرض ونتعامل مع الناس اللي حولنا على أساس إن إحنا المصابين، ونقي الناس من الإصابة اللي فينا. فبالطريقة هذه يعني بنحافظ على نفسنا. وأيضا في هذه الفترة نحافظ على صحتنا، التغذية السليمة، نرفع مناعتنا، تعزيز المناعة شيء مهم جدا 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 في هذه الفترة، نهتم بصحتنا، نبتعد عن السلوكيات الصحية الخاطئة، هذه كلها إن شاء الله يعني راح تكون عوامل دائما نحرص على اللي حولنا، نبتعد عنهم مسافة مترين، غسل اليدين باستمرار بشكل مستمر، يعني تعقيم الأسطح، عدم استخدام أجهزة الغير الكمبيوترات، الاجتماعات نحرص أنها تكون عن بعد كثر ما نقدر. وطبعا أنا أتوقع يعني إذا سعادة المقدم جاسم أن حتى خط الدعم النفسي والاجتماعي أي شخص يعاني من نفسية الأخت سارة بس انقطع الصوت معاك. ما أعرف وين يوم قلت مقدم جاسم. أوكي تمام. سعادة مقدم جاسم أتوقع توافقنا رأينا عندنا ما زال موضوع نفس التوافق عندنا في القيادة. فأي شخص يعاني من أي شيء نفسي اجتماعي بخصوص المرض هذا، عندنا إحنا طاقم كفؤ من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين يجاوبون على أسئلتكم، يخففون من التأثر النفسي ويمشون معاكم يعني خطوة بخطوة لحد ما إن إحنا يعني ترجع النفسية للوضع الطبيعي. تفضل المقدم جاسم إذا عندك أي تعقيب. جزاك الله خير لازم سارة، ما قصرت. طبعا شرحت شويه موضوع الفريق النفسي في اكثر، وانت اعلم في حكم زملائك في العمل. انا طبعا ابغى ادخل في موضوع اللي هو النصح والارشاد، حكم طبعا احنا قياده الحكومه عندنا تبغانا نرجع للحياه الطبيعيه، وان شاء الله بتكون الحياه العوده نقول احنا بشكل تدريجي، وتقريبا وصلنا تقريبا 50%، وان شاء الله بنوصل لحد 100%، وان شاء الله بتكون حياتنا طبيعيه 100%. ولكن نكرر ونؤكد على أن ضرورة المرض ما خاص، الكوفيد أو الفيروس ما اختفى بعد موجود في يعني بعد انتشر، ولكن علينا إحنا المسؤولية، تقع علينا إحنا المسؤولية بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية والتأكيد عليها. طبعا أنا بتكلم طبعا في من ناحية شوية قانونية حكم العمل اللي إحنا سنعمله. طبعا الالتزام بالتدابير الاحترازية نتمنى من المجتمع وجميع الحاضرين طبعا في المحاضرة، ويبلغون طبعا اذا بيوصلون رسالة جزاهم الله خير ان يلتزمون ويتجنبون المخالفات. طبعا من اهم المخالفات الذي اقر عليها نائب العام
اللي هي لوائح المخالفات والجزاءات فيما يخص التدابير الاحترازية، هي مخالفة طبعا منع أو تقييد التجمعات الاجتماعية وإقامة الحفلات وغير ذلك، مما يسبب طبعا مخالفة كبيرة طبعاً. سواء لإقامة الحفلة طبعا بتكون عليه مخالفة 10,000 لإقامة الحفلة أو لإقامة التجمع هذا، واللي تسبب في التجمع سواء كان في عزبة أو في مجلس أو غيره، وسوف يكون هناك طبعا 5,000 لكل شخص مشارك في هذا التجمع. فنتمنى طبعا احنا يعني ان شاء الله يعني خلاص يكتروا يكون هذا اسلوب حياه عندنا التدابير الاحترازيه. دام هذا الفيروس ولم يتم التوصل لحد الان الى اي لقاح، لازم ان يكون هناك عندنا اسلوب حياه نتمتع به وهو التدابير الاحترازيه، ونتعود على هذه التدابير الاحترازيه لحد ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله طبعا ان يصل لقاح وان شاء الله يزول هذا المرض. طبعا ارجع واكد على ارتداء الكمامه، طبعا المخالفه فيها طبعا 1,000 درهم طبعا في كل المخالفات. طبعا هاي ايقاف فيها النائب العام انه بتكون 1,000 درهم في حاله المره الاولى، لكن هاي المخالفات طبعا غرامتها تزيد. هاي كلها مخالفات طبعا جزائيه، كل ما تكررت المخالفه كل ما ارتفعت قيمه المخالفه هذه. فبالتالي نلتزم بارتداء الكمامه. انا طبعا ما اتمنى اتكلم بالمخالفات لان هاي امور يعني ترجع لمصلحتنا احنا. انا طبعا لازم يعني انا اذا اليوم انا ما مهتم في نفسي اني ما برتدي الكمام واقول يعني ما حاتي الفيروس او ما حاتي المرض هذا، على غير حاتي الجماعه وحاسب على الجماعه اللي انا وياهم، سواء عائلتي والدي والدتي عيالي اهلي ربعي والمجتمع بشكل عام. فبالتالي لابد ان الواحد يهتم، اذا ما اهتم يبغى يهتم في نفسه على الاقل يفكر في اللي حواليه. فبالتالي احنا ما نبغى يعني ننظر للمخالفات اكثر عما يكون هو اسلوب حياه عندنا، هذه التدابير الاحترازيه نلتزم فيها. طبعا هذه المخالفات هي مش مخالفات مروريه، هي مخالفات جزائيه وقرت من النائب العام، فبالتالي لابد من الالتزام بها. النصيحه الثانيه طبعا وهي اهم نصيحه طبعا اضطريت اخليها اخر نصيحه، اللي هي الابتعاد عن الشائعات. قدر الامكان ما ناخذ اي كلام ولا ناخذ اي خبر او اي معلومه الا وان تستقى من مصدر رسمي. لا بد ان نستقى هذه المعلومات من مصدر رسمي اللي هي هيئه وزاره الصحه والتنميه المجتمع او الوسائل الاخرى. فبالتالي انا اني انا ترشيح حد من ربعي سواء على واتساب ولا على غيره معلومه وانا ارجع انشرها بدون مصدر رسمي، فبالتالي انا اتسبب في نشر اشاعه. طبعا قانون عقوبات الاتحاد اقر عقوبه كبيره على الموضوع هذا، اللي هو كل من قام في الماده اللي هي 197 198 طبعا كانت خاصة اللي هي مكرر طبعا خاصة طبعا اللي هي من قانون العقوبات الاتحادي، خاصة طبعا الشائعات اللي لو كل اي واحد ينشر او اي واحد يبيع اخبار من شأنها ان تثير الذعر او ان تسبب ربكة في المجتمع، بما معناه طبعا عليها سجن مؤقت، عليها سجن مؤقت. فبالتالي احنا نحاول نتفادى هذه العقوبات ونحاول، لان هاي الإشاعة هاي يعني أنت ما تعرفون شو يترتب عليها. اليوم يمكن قص المزاح طرشت هاي الإشاعة هاي أو هاي المعلومة هاي، قص المزاح طرشت على جروب من الجروبات في واتساب ولا طرشت على حد أي حد من الأشخاص، نشهد الأشخاص هاي الأشخاص بعد قصد الدعابة أيضا أرسلوها، قد تترتب عليها أمور يعني أقل ما فيها أن الحكومة ماشي بإجراءات أنت حددتها، قد ان الحكومه ماشي بجرات او عندها توجه انت اثرت التوجه هذا، او ان سببت ذعر وخوف لاسره انت يعني ما تعرف شو نهايتهم يعني. فبالتالي نتفادى هذه الاشاعات قدر الامكان، ونحاول نستغل معلومات في الاخبار من المصادر الرسميه. ما في لازم صار اذا عندك اي نصائح. طبعا في النهايه نقول ونعيد ان ما وصلنا له نحن كدوله الامارات بفضل قيادتنا الرشيده انجاز جدا جدا كبير وعظيم، تفوقنا على كثير من الدول. فيعني لازم نهتم لهذا الموضوع، وحرام يعني هذا التعب اللي بذلوه كل هالوقت انه يضيع بسبب استهتار اشخاص غير مسؤوله. فدائما نكون قد المسؤولية ونحافظ كثر ما نقدر على أن إحنا نوعي المجتمع من حولنا، ونكون مسؤولين عن نفسنا وعن اللي حولنا، ولما الله يفرجها إن شاء الله
يفرج عنا هذا البلاء والوباء إن شاء الله، ونتمنى لكم الصحة والعافية، وبس يعني اتباع أهم شيء اتباع مصادر صحية صحيحة، وعدم مخالفة القوانين، والالتزام دائما بالإجراءات الاحترازية أثناء العودة للعمل، أثناء الخروج، في الأوقات كلها يعني نلتزم بالإجراءات الاحترازية. وشكرا لكم. يعطيكم بالعافية. كل من المقدم جاسم السويدي والملازم سارة زرعوني على هالمعلومات القيمة والطيبة. اللي حاب يستفسر أو عنده أي سؤال، نعمل خاصية الريز هاند تلاقونها على طرف الشاشة. أو ممكن بعد تكتبون السؤال في الشات تحت. أختي شادة، نتمنى أن الموجودين يسألون قدر الإمكان. بالضبط، أن يستفيدون من وجودكم بعد في هاي بالعكس للاستفادة والإفادة. إحنا بعد ممكن نستفيد منهم، إحنا ممكن نستفيد من السؤال، ممكن نبحث فيه بعد في الإجابة هذه إن شاء الله. في سؤال يقول هل لبس القفاز إلزامي في العمل لأنها أغلبية الشركات ما تطلبه؟ هم لازم سارة إذا بتجاوبين على سؤال. لازم سارة إذا أتوقع ميوت سارة. القفاز هذا إجراء ما لبسنا القفاز نحرص على تعقيم اليد أو غسل اليدين أول بأول يعني. وللعلم يعني ترى القفاز يعني نتعامل معه حال الإيد. وأظن في سؤال ثاني بخصوص لبس الكمام، كم ساعة صلاحيته؟ يعتمد على نوع الكمام، يعني هذا يعني يختلف لأن الكمامات أنواع. في كمامات تكون لمدة 24 ساعة، في كمامات ممكن نرجع نلبسها مرة ثانية. والكمام بعد نرجع ونقول نلبسه في حال وجود ناس حوالينا. إذا كنا بروحنا ممكن إن إحنا نشيل الكمام ونتنفس بشكل طبيعي، لأن ترى الكمام هذا يعني أحيانا يضايق في التنفس ويأثر على البشرة. فهاي يعني شيء مهم جدا في حال وجودنا مع يعني بروحنا بدون أحد، ممكن نشيل الكمام ونتنفس بشكل طبيعي، نعطي رئتنا الحق الصحي يعني في التنفس. في بعد سؤال ثاني يقول مثلاً لو سرنا الدوام أو الجمعية، يعني تقصد لو طلعت ورجعت البيت، هل يجب غسل الملابس على طول ولا يمكن تركها يعني لفترة أطول؟ طبعاً نقول يعني الأفضل غسل الملابس، لأن لين الحين طريقة انتقال العدوى غير معروفة، فما نعرف هل الفيروس ممكن يكون على الملابس، يكون على الجسم، على الأسطح. فالأفضل إن إحنا نغسل أصلاً أول ما ندخل البيت، يفضل يعني إحنا على طول نغسل ملابسنا وناخذ شاور عشان يعني نحافظ على نفسنا. أيضاً في سؤال، كم المدة بالنسبة للكمامات الجراحية العادية؟ اللي هي السيرجيكال ماسك ممكن لمدة 24 ساعة يعني، بس يفضل انه يكون التغيير بالذات اذا حد يعني فيه يعني مثلا ممكن انه يعطس في الكمام، يفضل انه يغير الماسك يعني بعد كم من ساعة. بعد، هل يوجد رقم للتواصل والشكوى في حال وجود اي مخالفة او الابلاغ عن المخالفات؟ ممكن المقدم جاسم السويدي يفيدنا في الموضوع، اتوقع هو ميوت. لو ممكن نشيل يسمع الصوت حاليا؟ ايوه يسمع. طبعا فيما يخص طبعا البلاغات، حالة لوحظ اي تجمع، لوحظ اي مخالفات في التدابير الاحترازيه، طبعا يوجد رقم بلاغ اللي هو يعني نقول احنا 3 9 9 9 9 9 يرسل البلاغ هناك ويتم تحويل هذا البلاغ للجهات المختصه ويتم اتخاذ جميع الاجراءات فيما يخص هذا الموضوع. طبعا هذا فيما يخص مخالفه التدابير الاحترازيه. طبعا
أيضا في سؤال للمدة أتوقع يقصدون فيها ليكون فيها تبديل أو للقفاز. نرجع ونقول القفاز لما بس يكون معناته معاملة اليد، فالأفضل إنه يتم تغييره. في ناس تتحسس مثلا من نوع القفاز، من المادة اللي موجودة داخل القفاز، ينصح بتبديله يعني أول بأول، يعني ما نلبسه ونفسخه ونرد نلبسه، يعني يفضل إنه خلاص إذا فسخنا، لأن هذا disposable يعني نرمي خلاص غير قابل لإعادة الاستخدام. في أيضا أتوقع ممكن هاي معلومة تقول لنا، مثلا في تصريحات الحين من منظمة الصحة العالمية أن الفيروس ينتقل عن طريق الهواء، هل معلومة صحيحة ولا لا؟ ترى نرجع لنفس الموضوع، طريقة انتقال المرض لحد الآن غير معروفة. ينتقل عن طريق هذا الشيء غير واضح، عشان كذي احنا ننصح باستخدام الماسك طول الوقت، لان هذا يعني هاي هي الطريقه الوحيده اللي احنا نقدر نحافظ فيها يعني على نفسنا. للمعقمات بعد، هل هي اجباريه ان الواحد يستعملها في الشغل؟ احنا ما نقول اجباريه، يفضل استخدام المعقم، لكن الأفضل من استخدام المعقم غسل اليدين. في أماكن العمل يكون دائماً باستمرار عندنا الشغل، فإذا ما نقدر كل شوي نروح نغسل إيدنا، خلص نستخدم المعقم مؤقتاً لما نغسل. يفضل غسل اليد بشكل عام أفضل من المعقمات. يعني في سؤال بعد يقول، في ظل هذه الأزمة الصحية التي تمر بها الدولة، إذ كان أحد كبار السن يمر بحالة صحية وعدم وجود مناعة لديه نظرا للأمراض المزمنة، كيف ممكن معالجة هذا الشخص؟ طبعا هذا شيء يرجع لوزارة الصحة طبعا، والحمد لله يعني صار عندنا تطور وتقدم، عندنا أطباء افتراضيين اللي هم يكونون عن بعد، ممكن نتواصل معاهم ونشرح لهم الحالة. أتوقع موجود في موقع وزارة الصحة اللي هم الأطباء الافتراضيين، وغير هذا ممكن إحنا نتصل إذا الشخص حالته تعبان، نتصل في الإسعاف ونشوفهم وين ينصحون بشكل عام. في بعد سؤال يقول، هل يفترض الاستحمام بعد الرجوع من الخارج؟ نرجع ونقول هذه يعني مسألة شخصية، نظافة شخصية. يفضل الاستحمام، لأن بعد نرجع ونقول طريقة وآلية انتقال المرض غير معروفة، فدائما يعني حلو الاستحمام، بالذات الحين الصيف يعني كل ما نطلع ندخل حر وبرد، أحسن الواحد يستحمام. بخصوص الكمام، هل في فرق إذا لبسنا كمام واحد ولا اثنين؟ لأن في ناس يقولون إذا لبست اثنين أفضل. والله يعني شوف، ناس يلبسون اثنين، ناس يلبسون ثلاثة، هو يعني الكمام يقلل من يعني ما يكون في دايركت كونتاكت، يعني حتى لو في مثلا رادات في الهواء ولا شيء يقلل من يدخل. والله ما اعرف، يعني ما نصحت اي منظمة صحية تلبسون كمامين او ثلاثة او اربعة، هذا الشيء يعني اتوقع يرجع لنفسية الشخص، اللي يرتاح يلبس كمامين يعني يشوفها شيء لا راحته. ما تتوقعين دكتورة ممكن هالشيء يسبب يعني مثلا ضيق في التنفس او يأثر على التنفس؟ طبعاً يأثر على الجهاز التنفسي بشكل كبير يعني. أيضاً بعد سؤال، هل لبس النقاب يغني عن لبس الكمام؟ لا، لأن حتى قالوا أن الكمامات القماشية ما تساعد يعني في الوقاية من المرض، فيعني الأخوات المنقبات يعني يفضل يلبسون الكمام وبعدين يلبسون النقاب. في سؤال، هل غسل الملابس في اللاندري، يقصدون المغاسل الخارجية، خطر؟ والله يعني هذا الموضوع نرجع ونقول واحد يفضل انه يغسل في البيت، يعني نغير عاداتنا اللي كنا نعيشها قبل، يفضل استخدام يعني نغسل الملابس في البيت، نعقم أغراضنا أول بأول، لأنه ما نعرف، هي نفس المسألة، ما نعرف آلية انتقال المرض كيف بتكون. في سؤال يقول، شو الأفضل في الصلوات، لبس الكمام مختلف في كل صلاة؟ أتوقع كل يعني يقصدون كل زيارة للمسجد يبدلون الكمام. أفضل إنه يبدلون الكمام، خلاص يعني الواحد لما يشيله خلاص ما يرجع يلبسه مرة ثانية، إلا الكمامات اللي هي قا
قابلة لي، يعني ممكن نشوف اللي يشترون الماسك مكتوب على البوكس قابلة للاستخدام أكثر من مرة ولا غير قابلة للاستخدام؟ في سؤال بالنسبة لأصحاب الربو ومرضى الصفائح الدموية، كيف تأثير كورونا عليهم؟ طبعاً أمراض الأشخاص المصابين بأمراض الأجهزة التنفسية واللي عندهم المناعة ضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة، ما نعرف إحنا يعني ما نقدر نقول لا أنتوا يعني أكبر خطر عليكم، ولكن ننصح إن إحنا نخليهم يتجنبون الاختلاط ونحافظ عليهم بشكل كبير، يعني لأن طبعاً مناعتهم تكون أقل. وبالنسبة للبس الكمام للأطفال، هل هو صحي؟ هذا الموضوع أيضاً ردوا وتكلموا فيه في أكثر من تصريح أن الأطفال أقل من سنتين ما يلبسون الكمامات أو أقل من 3 سنوات لأنه يأثر على تنفسهم، هم غير قادرين وغير يعني ما يفهمون أنه خلاص إذا حس أنه اختنق يشيل الكمام أو يحس أنه تعب يعني في صدره يشيل الكمام، لا في يعني يهتمون لابسين ممكن يأثر عليهم. الأفضل الأطفال يعني يلتزمون المنازل يعني إلا للضرورة القصوى تكون الطلعات يعني، وبالذات بعد الحين بعد ما في مدرسة فأتوقع الحين الأفضل لهم. بالضبط، يعني نحاول نخليهم يتسلون بالأشياء الثانية، الأنشطة، نسوي لهم فعاليات في البيت، نحاول يعني كثر ما نقدر. بالنسبة في الدوام فضلنا نغسل اليد بشكل مستمر، شو المدة المناسبة بين كل غسلة وغسلة؟ يعتمد على مثلاً كيف أنا هل شغلي فيه تعامل كثير باليد وبالأوراق وأسلم وأستلم من الناس اللي حولي، أسلمهم أوراق أو أستلم منهم، يعني يعتمد على طبيعة العمل. هذه الأشياء تقديرية راجعة للشخص نفسه، يقدر طبيعة عمله ومدى احتياجه لغسل اليد يعني كل كم. راح ناخذ لضيق الوقت بناخذ آخر سؤالين ونكتفي فيهم. كيف تتعامل السلطات الأمنية مع انتشار الإشاعات بخصوص كورونا، خاصة أن السوشيال ميديا تغذي هذه الأشياء في الأوان الأخيرة؟ ممكن قدم جاسم السويدي يفيدنا في الموضوع. ميوت أتوقع، لو ممكن نشيل الميوت عن المقدم جاسم. أوكي. طبعا فيما يخص الإشاعات، ما السؤال كان يخص الإشاعة وشو إحنا إجراءاتنا فيما يخص الإشاعة. طبعا في حالة أن أي شخص قام بنشر أي إشاعة طبعا يتم التوصل إليه ولا لاحم حكم إجراءاتنا طبعا الأمنية، وبالطريقة الأمنية طبعا يتم القبض على هذا الشخص وتحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية حول الموضوع هذا. طبعا متى ما ثبت الموضوع هذا أنه فعلا قام بنشر معلومات أو أمور سببت نوع من الربكة في المجتمع، ما إذا ها سؤالك ولا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي مساكم الله بالخير، مشكورين على الورشة. جزاكم الله خير. بس عندي ملاحظة، دائماً نشوف في المناطق الصناعية وفي الأسواق وايد ناس ما يلبسون كمامات، خاصة الآسيويين يعني وايد وايد. نتصل في الشرطة نقدم يعني شكوى كذا، يقولون خلاص أوكي، ما حس إنه في جدوى، ما في اهتمام. أمس استوالي موقف قدامي، واحد كان مدب كرامة يبصق في الشارع، وقفت قلت له وقف، اتصلت في الشرطة قالوا خلاص بنتصل فيك، ريت إنه مدة ساعة كاملة ما حد تواصل وياي نهائيا، قالوا بنطرش دورية ما حد تواصل وياي، قلت لهم خليه يتواصلون وياي، أنا موقف واقف في المكان الفلاني ما حد تواصل وياي نهائيا. طيب واضح سؤالك. طبعا فيما يخص طبعا في خاصة في المناطق الصناعية والمناطق اللي يعني تواجدون فيها خاصة من الجنسية الآسيوية والآسيوية بشكل عام، طبعا أعداد كبيرة مش أعداد بسيطة. طبعا قامت الشرطة المجتمعية بإرسال محاضر مختص فقط بالتدابير الاحترازية وبلغتهم هم طبعا في خيمة المسح الميداني طبعا اللي مال فحص الكوفيد في تقريبا في مويلح، فبالتالي المحاضرين موجودين هناك يحاولون ينبهون ويحاولون ينقلون طبعا فيما يخص التدابير الاحترازية لهذه الفئة من المجتمع. فبالتالي اما فيما يخص طبعا البلاغات
يمكن الكثافة أو كثرة البلاغات، ولكن إذا الموضوع عندك وتقول لي في موضوع الصناعية إن شاء الله سويتم الأخذ في الاعتبار وسويتم تكثيف دورياتنا إن شاء الله. في أيضا توقع سؤال ثاني. الأخ سلطان تفضل. أخ سلطان إذا بتسأل سؤالك. أتوقع هو ميوت، لو ممكن نشيل الميوت عنه. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدي توه تكلمت أنا، مو بس في المنطقة الصناعية يعني حتى دوار الساعة في الأسواق أنا أمس كنت موجود هو وياي هالموقف. لو يكون في متخصص رقم خاص بس عليكم. لا. بس لو نعطي فرصة بس. أخوي سلطان طبعاً واضح، بس أنا بوضح لك الموضوع. طبعاً اللي صار الحين إحنا عندنا اللي نقول إحنا رجوع الحياة تقريباً الطبيعية أو رجوع الناس للعمل وفتح أغلب المحلات التجارية. طبعاً في فئات كثيرة طبعاً حتى والله المواطنين الصراحة يحسوا كأن الكورونا اختفى، فبالتالي اللي عقل كمام واللي بدأ يسوي التجمعات طبعاً تم رصد حالات كثيرة يعني في الموضوع. فبالتالي الموضوع هذا كان هم يعني في بالهم ان الكورونا يعني خلاص زال او انه كان اكتشف لقاح، فبالتالي الموضوع هو مسؤوليه مثل ما قلت لك احنا في بدايه المحاضره، ان لم يكن هناك يعني الشخص ما كانت عنده او لايف ستايل او اسلوب حياه انه يكون خلاص ملتزم بالتدابير الاحترازيه فما في فائده. اما فيما يخص طبعا المخالفات التدابير هذه فطبعا سوف يتم طبعا التاكيد عليها، وطبعا شغالين ربعا بس يمكن ما وصلوا للعدد الكبير، يمكن ان شاء الله بيكون في تكثيف على الموضوع هذا ان شاء الله. بناخذ اخر سؤال للاخ سلطان، برفتح لك المايك اذا ممكن تسال سؤال بس على سريع عشان الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا هو اليوم على شو محاضره؟ يعني تدابير الاحترازية. سؤال جميل. دكتور عصام تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، كيف الحال؟ أهلا وسهلا، شاكرين ومقدرين المحاضرة الجميلة دي، ونشكر إدارة التثقيف الصحي على جهد ممتاز يعني توافق الأمور مع القيادة العامة لشرطة الشرقة ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية. وأنا بصفة خاصة الحقيقة بشكر دولة الإمارات ممثلة في القيادة الرشيدة لحكمتها البالغة في إدارة الأزمة من أولها إلى آخر لحظة، وربنا يديمها نعمة على دولة الإمارات وعلى المقيمين بصفة خاصة، لأنهم إحنا كمقيم يعني نشعر بالفخر والاعتزاز لمجرد تواجدنا هنا، لأن طبعاً وجدنا زي ما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قال اللي احنا مش شايلين هم، وده الحقيقة شهادة لابد أن نعتز بها. وهذه المحاضرة طبعاً حاجات من اللي احنا لا نشيل هم، لأن في تثقيف على مستوى عالي موجود في المختصين زي حضرتك من الشرطة المجتمعية والأخت الزميلة الفاضلة الدكتورة سارة، ده حاجة جميلة جدا. وأنا طبعا كنت أتمنى أن أكون مشارك لتوضيح المضاعفات النفسية الخطيرة
للإصابة بكورونا. وجدنا في حالات كتير المصابين بالمرض المخالطين قد تعرضوا لمضاعفات نفسية خطيرة قد تصل لحالات الانتحار والعياذ بالله والوفاة زي ما حصل في كذا حالة يعني. فطبعا برضو يعني اجد لو من الضروري محاضرة عن التأثير او المضاعفات النفسية وخصوصا انها ظهرة بشكل كبير جدا، لان مجرد يعني ممكن انسان ما يكونش مصاب، واحدى حالات الانتحار لم يكن مصاب، مجرد اشتباه، ولكن الخوف والقلق والبانيك اتاك اللي هو حد يعني شعر بها وانتحر والقى بنفسه من دور. أكيد دكتور بيكون لنا أكيد مداخلة خاصة في هالموضوع معاك إن شاء الله. فنحن كإدارة التثقيف تتشرف بالتعاون المستمر، وأنت إنسان مبادر دائما في برامجنا، ويهمنا طبعا أن يكون الجانب النفسي ضمن البرامج اللي نحن ننظمها في توعية المجتمع. أكيد دكتور ما نستغني عن خدمات دكتور. شكرا. طبعاً نشكر القيادة العامة لشرطة الشارجة على هاي المحاضرة القيمة وعلى دورهم الفعال، طبعاً كونهم كانوا جزء كبير من خط دفاعنا الأول في ظل جائحة كوفيد 19 أو كورونا المستجد. ونشكر طبعاً المقدم جاسم السويدي والملازم سارة الزرعوني على المعلومات الطيبة والقيمة، ونتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. بغيت أذكركم بعد مرة في الشات بتحصلون رابط التقييم، لو ممكن تعبون الاستبانة عشان يتوصلكم بالشهادة ويتم تسجيل حضوركم للمحاضرة. أيضا يمكنكم متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة التثقيف الصحي في تويتر وإنستغرام اللي هي sharja_health، وفي اليوتيوب يمكنكم سيرش اسم الإدارة اللي هو شارجة مسافة هيلث واحد، ويمكنكم الاطلاع على جميع المحاضرات والفيديوهات التوعوية التي قامت بإنتاجها الإدارة. يعطيكم العافية وشكرا جزيلا على حضوركم. يعطيكم العافية. مشكورين.